هل ترغبون في الرسم لتحصلوا على جوائز رائعة؟ إذن بدلا من ذلك شاهدوا التحدي الجديد من رابابا، من يرسم بشكل أفضل يفوز بالجائزة. انظروا ماذا لدي. ما هذا؟ جائزتكم. من يريد القتال من أجل هذا الجبل من المال؟ واو، نحن جاهزون. إذن يبدأ الوقت. لدي فكرة، لن أفوت أي تفصيل وسأخذ المركز الأول. ماذا سأعمل؟ فكرة؟ لماذا أقاتل من أجل جائزة بينما يمكنني سرقتها؟ أمسكتك. أوتش، هذا مؤلم. جوليا، نحن نلعب بدون غش. تعلمي مني، لقد انتهيت تقريبا. حسناً، يجب أن يكون هناك وجه واحد وهو وجهي. بالضبط ما هو مطلوب. انتهى الوقت، قفوا، أظهروا أعمالكم. انظر إلى رسمي. مرعب. انظر إلى خاصتي. إيثن، ما هذا وجهك؟ حسناً حسناً. رائع فيفيان، أنت رائعة، هذا هو أفضل عمل. هاي، هذا لك. رائع، كم يوجد نقود. واو، أجل، هذه هي الحياة بالنسبة لي، الذهب والرفاهية والثروة. أحصل على النقود. الجائزة التالية، كم هو لذيذ ومثير. نريده. بدأ الوقت. ستارت. أوكي. بالتأكيد سوف أخذ المركز الأول. أنا حقا أريد هذا الهمبرجر. لماذا لا يوجد رسم جميل؟ واو، كم هو جميل رسمة إيتن. همبرجر، قريبا سوف تكون لي. وماذا تفعل جوليا؟ الشيء الرئيسي هو مراعاة القياسات. أوه، هل أنت بخير؟ نعم، كما تشائي. برجري هو نسخة حقيقية. أنا جائعة جدا. فكرة، لن يلاحظوا إذا أخذت قضما قليلا. مثالي، لقد كانت لذيذة. قفوا، انتهى الوقت. أنا مستعدة. أنا أيضا. رائع إيثن، لديك موهبة. جوليا، هذا رائع، مذهل، هذا هو أفضل رسم. إذن من أختار؟ أنظر إلى خاصتي. لماذا تم قضمها؟ أنظر بنفسك. ماذا؟ الحقيقية قضمت؟ كيف لم أتعقب ذلك؟ حسناً، أحصلي على الجائزة. أخيراً، إنه لذيذ جداً. لماذا هي؟ حسناً، كلي البرجر بكل سرور. من يريد الصبار؟ لا، ليس هذا. لقد بدأ الوقت، لنبدأ. سأصنع أبشع رسم. أنا لا أحب الصبار، هم فقط يؤلمون بدون فائدة. لا، ليس صبار. سأبدأ، سأفعل كل شيء لأخسر. مجرد رسم فظيع. مرعب جدا. لدي أيضا فكرة عن كيفية احتلال المركز الأخير. سوف أرسم السمكة. إنها بالتأكيد لا تشبه الصبار. انتهى الوقت، قفوا. نعم، أنا مستعد. أنا أيضا. إيثن، هذا مريع، فشل كامل. للأسف لن أحصل على صبار. ماذا لديك هنا؟ سمكة، هل تحتل المركز الأخير؟ نعم، لنرى. رائع، أحسنت. أبعدوها عني. رائع فيفيان، لا بأس. نعم، عملت بجد. اقبضي عليها. لا، كم هذا مؤلم. يا له من مقرف. انظروا ماذا لدي هنا من اجلكم. واو، هذا ليس كل شيء.
صنبور عصير صغير. دعونا نختبره. لذيذ. أنا أيضا أريد. إذا ابدأوا. أنا بحاجة إلى دائرة متساوية. سأصنع فرجار لرسم الدائرة. مثالي. الشيء الرئيسي هو مراعاة النسب. أرسم كل شيء. رائع. أنا بحاجة إلى الخطوط أيضا. الشيء الرئيسي هو الموهبة. سأفوز. قفوا، انتهى الوقت. ماذا؟ لا، أنا لست مستعدة بعد. لن يلاحظ إيتن، هذا أفضل. انظر، أليس مثالي؟ هذا مريع له. حاولت بشدة. الأفضل أن تشاهدوا خاصتي. أوه، أبعد هذا الرسم عني. أوه، ماذا؟ هذا ليس رسمي. انظر إلى رسمي الخاص بي. رائع، هو مثالي. شكرا، لطيف جدا. احصلي على جائزتك. رائع، شكرا جزيلا. انظروا ماذا لدي. لدي عنصر سري. كم هو لذيذ. ماذا؟ كم هو حار. اوه، انا احترق. انا ايضا بحاجة الى المياه. من فعل ذلك؟ إيتن؟ لا يجب أن تأخذي الرسم. جائزتكم التالية، آيفون جديد. واو، أين ساعة التوقيف الخاصة بي؟ ها هي. مطرقة. من أين أتت هذه؟ ها هو. ابدأوا. سأرسم الصورة المثالية وسيكون جهاز الآيفون ملكي. لديه أفضل كاميرا. ستحصل صوري على الكثير من الإعجابات. رائع. الشيء الرئيسي هو الرسم بعناية وعدم التسرع. ما هذا؟ جاهزة تقريبا. واو، إنهم يقومون بعمل رائع. أحتاج إلى ورقة جديدة. مرة أخرى، ليس هذا؟ الأقلام هي المسؤولة عن كل شيء. اللمسات الأخيرة. ما هذا؟ جوليا، كوني حذرة. آسفة. لا تزعجيني، أنا على وشك الانتهاء من الرسم المثالي. رائع، لطيف جدا. أنا بحاجة مثلا للتفكير في شيء ما. فكرة؟ سوف أقوم بتبديل الرسم بجهاز الآيفون الخاص بي. قفوا، انتهى الوقت. مثالي. مستعد؟ وخاصتي؟ لا، هذا مملا تماما. أوه. وخاصتي، هل هو مثالي؟ لا، ليس كذلك. حاولت بشدة. رائع، هذا الرسم يستحق المركز الأول. خذي جائزتك. إنها تغش. لا. ماذا؟ لا أحد منكم يستحق الحصول على الآيفون الجديد. يبقى معي. هل تحبون الفيديو الخاص بنا؟ إذن انتقلوا إلى قناة رابابا واشتركوا بها حتى لا تفوتوا حلقات جديدة مثيرة للاهتمام. والآن إلى اللقاء.